اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي. انا نزلت فيديو مسبقا عن تشريق اللفت انه يتم موجود الا اذا انت تريد انك انت تلغي التشريق. بس في واحد سأل قال هل بالامكان ان اللفت يتم متشرق ومن غير ما يتغير؟ نعم. الطريقة كيف؟ تروح المنيو، تروح على المنيو رقم 2 سكيل تيون، شوف لي تطلع لك هالخيارات. انا حين مشرق هني، شوف تسوي التك على اللفت. ما دام سويت التك على اللفت مستحيل يتغير الى الاوروبي الا اذا انت شليت التك الاصوات. بس شو لازم تسوي الحين؟ الحين العب، شوف انشل، شوف انشل. ليش؟ لاني انا ما سيفته هني. لازم تسيف لما تدق اللفت، الاصوات اللي انت تبغي تعزف عليه لازم تسيفها. ولكن اذا انت بتعزف تشرق اللفت وتعزف من الاصوات من المجموعه ما يتغير، يتم على طول معك. شوف اللفت يتم شغال معك على طول. شوف لو اخذ اصوات ثانيه مثل هذا، شوف مثل الصوت زين، شوف يتم. لكن في حاله انك تسجل الاصوات لازم تختار اللفتك وتسيف عشان ما ينتقل الى الاوروبي. واذا تبغى انك تشرق الستايل بعد، بس اختار تك على الستايل، وعندك المالتي باد بعد يتشرق، كل يستوي تشريق. الحين لاحظ اذا كان في اصوات، الحين الستايل شوف كل متشرق مع بعض. فهذه هي المعلومه، تعمل التك على الاشياء اللي انت عاوز انك انت تشرقها موجوده، تشيلها ما في موجود التشريق. وشكرا.